مددت الكف في كل شدة صلاة التراويح يرحمكم الله. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الحمد لله جو رمضان هاك تشوف شكوبا شكوبا نشكب خدمة باهية مع سكران الفطر الأولاد كلهم مع بعضنا أمبيونس باهية مع بعضنا الأولاد الكل نخدموا الحمد لله يا ربي جو في حي تضامن في رمضان أمبيونس على بيت والله أمبيونس حس بالحق ثم رمضان وثم مازال ثم ياسر حاجات خاوي شعبية كثير باهة كذا عائلة واحدة العباد الكل هنا مع بعضنا العباد الكل هاي بابا أوكي هنا بلاصة خارقة العادة عز رمضان هنا على الطبيعة احنا هنا هوين سيب بلاصة باهية رايبة نعدوا رمضان هي الخلاص احنا جوا هنا نخنا قاعدين نستغلوا في جو رمضان باش نوريوه للستاجيرات جايين معانا وفيت نحنا اسوسياسيون ديشونج دي ستاج معانا دي ستاجير من بلدان ياسر مختلفين نحبوا نوريوهم كيفاش جو رمضان في الليل نحنا عندنا نفس الجو يعني بالليل كلهم بيسهروا وبيظهروا هيك انه الاجواء انه قريب It's all the same like we have the suhoor and then after that we fast for the whole day and then it's the iftar we call the same words there also iftar here iftar and then taraweeh there also taraweeh and there also I think maybe the Arabic words are same in India too and here too قاعدين نوريو فيهم في الجو متاع رمضان في تونس كيفاش ونسي أكثر حاجة باش نوريهم لتخديسيون متاعنا التوانسة لهنا كيفاش نسهروا في الليل When I'm here is kind of very interesting about Ramadan and I'm doing fasting too. I try to get used to with traditional culture here. جو رمضان تقريبا قريب من السعودية لأن فمثل الأوقات هذه نفس الجلسات هذه وننبسط وانبسطنا بعد تونس. Thank you.
بينا تاي قهوي دابو زمان هكا نحكيو شويه القهاوي بون ب 5000 وب 10000 وب 2000 موش هذا الانتريسون معناها يمكن تنجم تقعد في قهوه غاليه برشا وماكش قاعد تحكي مع عباد معناتها يعجبوك بتفكيرهم ولا بتخمامهم ولا تنجموا تتقاسموا يعني نفس الافكار. انا نوصل لا ثالثيام اني كش في رمضان تونيزي. Bon, pour moi, c'est mon mois préféré de l'année parce que justement, il y a de l'ambiance la nuit, on peut aller rencontrer les personnes et aussi profiter de la Médina la nuit aussi. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. نزورو نهزو الكهر نزورو بيه نهزو شماعة ونلمو لأولاد الصغار مع المطهر لأولاد يمشيو نزورو كل واحد يشيط شمعة مع المطهر. Thank you.
كبيره برشا. الليله هذه نرحبوا بام المطهر وامنا الكل صفيه تحيفه زغريته هي وجدتي تمار زغريته تصفيق تصفيق على صفيه. لا زغريته على المطهر زغريته السرير العالي ربي كمل عليها. بالمزاد المسرح هذا باهي يا برشا. انت سمعت الروايات نتاع الراديو برك باش تفهم منه ولا اختار قبل ما نخرج من المكتب ما سمت دور حصون المدن. ايوا هذاك على خير الزور ما تحكيش معاه هذاك زاهر احكي معايا. ايوا حفا كيفاش قلت لي استعمل في الفرقه نتاع التنسيق التوظيف. هلا ولاد هلا بقمي شنو شكون جاكم شكون قاعد بحذاكم؟ قولوا للتوانسه كل ساعه شربتكم احنا توا في مدخل قهوه خطاب على الباب وهذه البنات البلاصه هذه اللي عملت فيها ديكلاراسيون دابور الريم الرياحي وقت قلت لها را 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 روزه الناس مش متزوجوا. را 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 روزه صح حسيب فان نتذكر برشا ذكريات حلوه انا وحنين كبير لقاوه خطاب على الباب لان ذكرياتنا كلها لهنا. احنا خطاب على الباب راهو ولا داخل عباره في الباتريمون معنا الناس ولد كي تجي تزور في رحلات تونس باش يمشي لسيدي بوسعيد وباش يمشي ما عرفش ولا يجي القهوه خطاب على الباب. وعجبني معناها صاحب المقال انا انه خلى القهوه كيما هي نفس الكراسي نفس المقصوره نفس الكونتوار باش اللي يجي بالحق روحه ويحس روحه في وسط المسلسل. ندخل من هنا هي نسيبك وين مش مستانس يا وخر والله ماني مفل كي عارف يجي نصف الليل. انا نسمعوا معك شفت الدواغي أضيّد ضحك حتى نكون الشباب كفيتو؟ كفيتو بالعق عارف يسيب بلا لوجيك حتى طرف حتى أنا قلت أنا سيب بابا لولي بتاعك هذي شنو ديما وعدك ما سيقش رب مشي كي دخلت الطاولة للدار تتمسح عليها تونسي شهر رمضان مبرمج تبدا بعد شقال فتر بالحاجات اللي بتي فورما ما كانتش تبدا بالمسلسلات الكبيره كانت تبدا بالحاجات الخفيفه لانه النهار صايم ضحكه كاميرا كاشي ومن بعد صار المسلسل يجوا للمسلسل الكبير مع التسعه ومن بعد الناس تخرج للقهوه تخرج الناس للبلاد العربيه التلفزه والدراما داخله في حياتنا في رمضان. الحاصل سبحانه معظم شانه اللي ردك تقعد في القهوه يا جدوله. كوالي صالح نتبركوا بيه وموقعه هكا في تونس العاصمة وهيبتوا
نترحموا عليه ونقراوا فتحه ونحطوا شوي شمعه وناخذوا سمات ونزوروا ونتفرهدوا كيف مع جو رمضان مع حاجة جديدة تشوفها حاجة تقعد في ميموريزي جولاني باش نبعدوا على الدنيا وعلى الستريس نتاع الدنيا نقربوا ربي سوتو شهر رمضان شهر بيه أصلا انت كي جولاني تقعد شوية ترتاح وتحس روحك بعدت على مشاكل وستريس وتوش نقول العبيد ليا باش وباش وشري هذاك علاش نجيو على عالم الدنيا نجيو باش نسمعوا الذكر نسمعوا بالحق معناها حاجة باهية برشا نمشي سيدي محرز وشي لا ولا لا احنا استنسنا معناها من اللي حلينا عينينا لقاو الام وتهزك وتمشي نمشي باش نتقربوا ربي مش وحدك في الدار بالضغط وباش نيا التلفزة محلولة باش نيا تبعد شوية عايش عايش صح احكي لنا على هالزيارة سيدي بالحسن والله انا مش نبدا نحكي دونك بابا الله يرحمه كان ديما يجي ويصلي لهنا ويقعد يحضر على الافكار وكل شيء وبمناسبة نجاحي وبمناسبة زادة كيف كيف عندي ميمة مريضة شوية دونك قلنا نجيو لهنا نخرجوا النعمة سبب مناسبة نجاحي وندعيه بالرحمة على 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 بابا وعلى اللي ماتوا الكل الله يرحمهم هنا امها دونك هي شرهت باش تجي وتخرج صدقة لله قالت لي نحب نخرج صدقة على رحمة بابا وتتمنى الشفاء للميتة اللي هي امي دونك خليت لها بخاطرها طيب مكتوب بربي وجيت مش كيما في الفطار مش كيما في رمضان جو خير وفي رمضان كي واحد يجي يبدا مرتاح مش كيما في الفطار سيدي بالحسن اكتشاف رائع أول مرة أنا نجي هوني نسمع بيه بيان سور معناتها حتى في المعهد العالي للموسيقى قرينا حاجات على التاريخ نتاعو على معناتها الحضرة أما أول مرة نجي والله حاجة معناتها جديدة والله اكسبيريونس جديدة وي كبلاصة تحفونا برشا الفيو من هوني أنا نشوفو ديجا حلوة ياسر هذه جوية شو هذه كمان هذه الدبة خلق هذا بنينة ولا حب ذوق منها Oh,
دار سيد أحمد العجيمي في وسط مارسافيل براتيكمون في دار نصلوحة باي زوجته فرحت بينا اليوم واستقبلتنا في سهرية رمضانية وإن شاء الله تكون سهرة حلوة معكم. مرحبا بكم في داري موني توت دي كوزين ساعة ساعة نعملوها القاعدة هذية عائلتنا يمشوا ياسر لبعضهم يجيوا كانوا يمشوا ياسر لبعضهم ياسر يمشوا لبعضهم بعد شقان الفطر يقعدوا حتى للسحور يقعدوا يكاكلوا الحلو يشربوا الروزاتا علاش السهرية ذي فما كان ننسى بك كلهم يصليوا في التراويح رجالنا كلهم في التراويح صليوا في الجامع الأحمدي في المرسى ويمشيوا ياسر سيدي بالحسن أخوتي يحبوا سيدي بالحسن يحبوا Oh, my God.
شيرين حتى انا والله ما ننساها. نتمنى ان تقضوا معنا سهره ممتعه وكونوا معنا ونحن سنكون معكم بالقلب والقالب. Thank you.
it's delicious. We like it a lot. It's very special, but it's very nice. In the during the day, it's very calm, but in the evening, especially when it's getting dark, it's fantastic. I mean, it's full of life.